السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدي أقدمكم بها الحلقة سر خلطة البهار الحلبي اللي تعتبر من أهم خلطات التوابل في المطبخ السوري. مكوناتها الخلطة متوفرة بسهولة، ممكن يكون عندكم إياها بمطبخكم وتقدروا تعملوا فورا خلطة بهار حلبي. بداية بحب أوضح بخصوص نوع من البهار اللي راح أستخدمه للخلطة، اسمه البهار الحلو. اسمه بالإنجليزي إذا كنتوا بالاقتراب The Ground All Spice، أو بالفرنسي Piment de la Jamaïque. فإذا استصعبتوا إنكم تلاقوه من اسمه بتروح على السوبر ماركت وبتعرفوه. تاني شغلة بحب بوضحها إنه هالمكونات هي نموذج فيكم تضعفوها وتحصلوا على كمية أكبر. أنا دايما بنصحكم تعملوا كمية قليلة في حال عجبتكم، بتزيدوها إذا بتحبوا، وإذا ما عجبتكم ما بتكونوا كترتوا فما بتخسروا شيء. إذا نبلش بالخلطة، بيلزمكم ملعقة طاولة بهار حلو اللي هو اللي فرجيتكم إياه من شوي، ملعقة شاي فلفل أسود، ملعقة شاي كبش قرنفل أو مسمار قرنفل، نص ملعقة شاي هيل مطحون، نص ملعقة شاي قرفة، نص ملعقة شاي زنجبيل مطحون، ونص ملعقة شاي جوزة الطيب. بتخلطوهم جيدا وبتحفظوهم بمرطبين. أنا جهزت ملصق، هلأ بحطه عليه. بتحطهم بمرطبين البهارات بتدوم لفترة طويلة، أكثر من سنة وحتى سنتين، تحفظ نفسها بنفسها. رائحة كتير حلوة اللي عمل الخلطة فعلا مذبق. اذا نحط الملصق اللي جهزته طبعا الكمية نموذج مثل ما قلت لكم، هيك بيكون صار عندي بهار حلبي جاهز للاستخدام. بتمنى هالحلقة تكون فادتكم. لمشاهدة المزيد اضغطوا الرابط أدنى أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريق إيهاب بلانيت الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء.